السلام عليكم. لماذا تقاتل أحزاب السلطة في العراق من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات رغم التأكيدات المحلية والدولية أن العملية الانتخابية في العراق شكلية ولا تعكس حقيقة رأي الشارع؟ هل تعول الأحزاب المشاركة في الانتخابات على صوت الناخب فعلا؟ أم أن الكلمة الفصلى للمال السياسي وسلاح الميليشيات؟ كيف تفسر الديمقراطية في العراق وما هي ملامحها؟ وفي ظل هذه الأعداد الضخمة من الميليشيات، في ظل قضاء مطعون بنزاهته وشفافيته دوليا أيضا، هل يملك العراق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات، أي انتخابات، والتي تعتبر رمزا للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة؟ لماذا أعادت أحزاب الإطار التنسيقي مجالس المحافظات مرة أخرى بعد أن أطاحت بها تظاهرات تشرين؟ وهل هناك إنجازات قد تخرج من تحت عباءة الأحزاب الحاكمة للعراق منذ 2003 بالرغم من خلو تاريخها سابقا من أي إنجازات حقيقية؟ ثم ألا يكفي للعراق المترهل في دوائره الحكومية مزيدا من الموظفين الحكوميين الذين قد يستنزفون الاقتصاد العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا نطرحها في حلقة هذا الأسبوع، والتي سنسلط الضوء فيها على انتخابات مجالس المحافظات وتأثير المال والسلاح على نتائجها. مشاهدينا، سيشاركني في هذه الحلقة عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، وكذلك عبر سكايب أيضا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. انتخابات مجالس المحافظات تعود مرة أخرى لتفتح باباً آخر من أبواب الفساد. يسبقه باب الاغتيالات بسبب السباق المحموم للسيطرة على المناصب والمكاسب. فقد كشفت تقارير صحفية عن مخاوف من حدوث عمليات اغتيال لمرشحين محتملين بانتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة شهدت اغتيال ما لا يقل عن 15 مرشحاً. يتنافس نحو 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6000 مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر كانون الأول القادم، وذلك بعد قرابة 13 عاماً من الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد ليتم حلها نتيجة فشل تلك المجالس في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقي، فضلاً عن تورطها في العديد من أوجه الفساد المالي والإداري. فيما أكد نواب أن القوى السياسية والميليشيات الموالية لإيران تريد الهيمنة على مجالس المحافظات، لذلك تدفع باتجاه الاغتيالات والتسقيط السياسي والتهديد وغيرها. من جانب آخر، فإن أصحاب القرار من الكتل السياسية المتنفذة تمارس عمليات خداع للمواطنين واستغلال أوضاعهم الإنسانية من أجل كسب الأصوات الانتخابية للاستحواذ على السلطة بأي طريقة. بينما أقر نواب باستغلال المحافظين لملف التعيينات ومشاريع توزيع الأراضي لأغراض الترويج الانتخابي، فضلاً عن استغلال المناصب الحكومية والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية. مصادر مطلعة قدرت ما تستهلكه تلك المجالس سنوياً بأكثر من 200 مليار دينار عراقي كمرتبات شهرية ونفقات حماية وغيرها، إضافة لشمول أعضاء المجالس برواتب تقاعدية، فضلاً عن إقرار المشاريع الوهمية. مجالس المحافظات ما هي إلا حلقة زائدة تثقل كاهل الموازنة العامة بالرواتب والامتيازات والسيارات والبنايات، وتمكين لسلطة الميليشيات ونفوذها بشكل أكبر، وتؤدي إلى خلق مصدر جديد من مصادر تمويل الأحزاب الفاسدة وميليشياتها، وتصرف لأجلها الأموال الطائلة، ويروج الفاسدون لأنفسهم دون خجل من تاريخهم الحافل بالفشل، ويحتد الصراع والسباق. فإذا انتهى عرض المسرحية، اجتمعت الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لتعلن عن الفائز في الانتخابات،
وهذا ما يؤكده تصريح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي حين أعلن فوزه قبل الانتخابات بشهر. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، وأكرر التحية مرة أخرى لضيوفي الكرام، ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. يعني إذا بدأت معك دكتور بالأسباب التي قادت إلى إعادة مجالس المحافظات أو العمل بنظام مجالس المحافظات مرة أخرى، لماذا برأيك؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياك الله أخي الكريم. هذه العملية السياسية قد صممت على أساس حلقات، وهذه الحلقات مترابطة فيما بينها من أجل إجهاض أي حالة بناء أو إعمار للبلد. لذلك فمجالس المحافظات هي إحدى حلقات الفساد الكبيرة التي تؤسس لفساد ما يسمى بمجلس النواب، الذين يقومون بتقاسم هذه المقاولات في المحافظات والاستثمارات والعمل على جني هذه الأموال لمصالحهم الشخصية ولمصالحهم الحزبية، وتوظيف جزء منها كبير لما يرتبطون به خارج الحدود. لذلك فإعادة مجالس المحافظات، إنهم قد خدعوا الشعب ولم يقوموا بحلها أو إلغاء فقرتها فيما يسمى الدستور الذي وضعه لهم المحتل الأمريكي. لذلك هم قاموا فقط بإصدار قرار بتجميدها، وهو قرار لا يستند إلى ما قاموا به أو لا يستند إلى فقرة في الدستور كما يدعون. وقد أعادوا هذه المجالس منذ أكثر من سنة، وأعادوا لهم رواتبهم بأثر رجعي. لذلك هم لم يكونوا جادين أبدا على تلبية مطالب الشعب بحل هذه المجالس التي أساسا هي حلقة فساد كبيرة تثقل كاهل الميزانية. طيب. وتؤسس لوجود أشخاص عاطلين بمنصب عضو مجلس محافظة يشرف على مديريات وأقسام المحافظة وأقضيتها من أجل النهب وليس من أجل البناء. طيب. اسمح لي دكتور. وإلا في اسمح. كل دول العالم، إذا تسمح لي. طيب. في كل دول العالم مجالس المحافظات أو ما يسمى مجالس الشعب هي تؤسس من رؤساء الدوائر الموجودين برواتبهم بوجودهم، ولكن يمكن أن يستعينون بشخصية أو شخصيات من جامعة من كذا كمستشارين أو شخصيات من أبناء المحافظة. وهذا لا يثقل كاهل الميزانية ولا يخصص لهم امتيازات، ولكن هذه الحلقة حلقة الفساد الكبيرة. يعني التي أوجدها الاستعانة بموظفين موجودين أصلا مثبتين في نعم دوائر الدولة. نعم نعم في نعم مناصب أخرى. أرجع لحضرتك في مناصب بعد لحظات إذا تسمح لي دكتور يحيى. أرحب بالأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، معنا في هذه الحلقة. حياك الله أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبالضيف العزيز وبمشاهديكم الكرام. دكتور يحيى طرح نقطة وربما نتوسع بها أكثر، ذكر جانب يتعلق بالفساد الذي من أسبابه عودة مجالس المحافظات، لكن هناك من يرى بأنه ربما محاولة سيطرة الأحزاب التي تحكم العراق على محافظات بعينها عن طريق هذه المجالس هو ربما البعد الأكبر لهذه النظرية المعنية بإعادة العمل بمجالس المحافظات، ليس الفساد فقط بل إحكام السيطرة على هذه المحافظات. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أحييك مرة أخرى وأحيي السادة المشاهدين الكرام والضيف العزيز. نعم، أنا أتفق تماما مع هذا الطرح. أنا أعتقد أن تقاسم أجهزة السلطة، أحزاب السلطة وميليشياتها المجرمة تتقاسم فيما بينها النفوذ والمصالح والمكاسب في العراق، وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية تتقاسمها، طبعا دون أن نغفل الشمالية، ولكن نحن نتحدث عن وسط وجنوب العراق بدرجة أكبر، حيث تتقاسم هذه الميليشيات النفوذ والمصالح والمكاسب فيما بينها
وتؤسس لنفسها مواقع للسيطرة على هذه المحافظات وعلى شؤونها وعلى الوزارات وعلى ما يتعلق بالعمل العام من خلال مجالس المحافظات كما تسمى، وأيضا من خلال مجلس النواب الذي يعتبر وسيلة أو مظلة كبرى لهذه الميليشيات المتحاصصة طائفيا وعرقيا وحزبيا وسياسيا. أستاذ مصطفى، يضعكم الآن حضرتك والدكتور يحيى وكثير ممن يعارضون فكرة إعادة العمل بمجالس المحافظات، يضعونكم ضمن خانة المعارضين بلا سبب، يرون بأن أسبابكم غير منطقية. أستاذ مصطفى، يرون بأن أسبابكم غير منطقية، أسبابكم غير مقنعة بالرفض. ترى يعني هل أنتم على حق؟ هل المعارضة التي تتبنوها بالنسبة لما يتعلق بمعارضة المشاركة في أي انتخابات في حكم هذه الأحزاب، أنتم على حق؟ ما هي النقاط التي تستندون عليها لتبرير وجهة نظركم؟ أولا، نحن لا نمثل قوى معارضة ولا شخصيات معارضة، نحن نمثل شخصيات أو قوى رافضة ومناهضة تماما للعملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال الأمريكي والإيراني المشترك للعراق. لا توجد في العراق سلطة شرعية حتى نكون نمثل معارضة لها. عذرا للمقاطعة، أنا أقصد معارضة المشاركة في الانتخابات، أنتم موضوعون في خانة واحدة. نعم، أنا سأنتقل من هذه المقدمة الأولية إلى ما تفصيل الإجابة عن ما تفضلت فيه. هذه نقطة أولية يمكن أن تكون مدخلا للحديث فيما هو لاحق. لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية ولا إجراء انتخابات ولا أي صيغة من صيغ الديمقراطية التي يعرفها العالم بوجود سلاح الميليشيات، بوجود المال الفاسد، بوجود الفتاوى الطائفية والمذهبية التي تقسم المواطنين وتوزعهم على الكتل الانتخابية. الأساس في أي عملية انتخابية هو أن يكون الصوت الذي يتقدم به المواطن صوتا فرديا حرا بالانتخاب الحر والمباشر والسري وبالاقتراع السري، وليس أن يكون هناك مال فاسد وميليشيات تتحكم بكل مفردات العملية الانتخابية كما يسمونها بين قوسين، ابتداء من القانون ثم الترشيح ثم الانتخاب ثم إعلان النتائج وتوزيع الغنائم على ما بين المتحاصصين والمشاركين في هذه العملية الانتخابية، ومرة أخرى العملية الانتخابية بين قوسين. الانتخابات يجب أن تكون في إطار سليم وفي إطار قانون سليم وفي إطار أو أجواء سليمة لا يتحكم بها يفتقدها العراق اليوم. نعم، يفتقدها العراق اليوم، لا تتوفر فيه أي من هذه العناصر. بالعكس، العراق ليس يفتقدها فقط، وإنما يعني يعمل أو يعيش في إطار نقيضها تماما. فهناك فتاوى طائفية هي من تدفع الناس إلى انتخاب هذه القائمة أو تلك، وهناك مال فاسد يحرك العملية السياسية ويستجلب العملية الانتخابية والعملية السياسية بشكل عام، ويستجلب هذا المال الفاسد يستجلب مزيدا من الفساد و الرشا والسرقات والتهريب والنهب الواسع لأموال العراقيين. وأيضا من خلال وجود الميليشيات، هناك أكثر من 70 أو 80 أصبحت لا تعد الحقيقة، لأنها يعني تتناسل وتتفرخ كالأميبيا، وبالتالي لا يوجد هناك عدد لهذه الميليشيات التي تتحكم بالعراق. والأدهى من هذا أن هذه الميليشيات والأحزاب الطائفية الإرهابية المرتبطة بالخارج تماما إنما أولدت تسميات جديدة وبوجوه ربما من الصف الثاني أو الصف الثالث، وهم من الأنسباء والأقرباء والمحاسبين لمسؤول هذه القائمة الانتخابية أو تلك،
وبالتالي يقدمونهم على أنهم يمثلون وجوه جديدة، وفي الحقيقة هي وجوه شريحة المستقلين. هؤلاء شريحة المستقلين، شريحة المستقلين من جهة، وشريحة أيضا هناك أحزاب، هناك الآن أحزاب جديدة. هناك ناقش حضرتك بشكل أوسع بعد لحظات أستاذ مصطفى إذا تسمح لي. دكتور يحيى، هل يمثل صوت الناخب العامل الحاسم في عملية تقرير نتائج الانتخابات، أم أن هناك عوامل أخرى هي التي تحسم هذا الموضوع؟ أخي الكريم، بالنسبة للانتخابات سواء لمجالس المحافظات أو ما يسمى النواب، هي مسرحية محسوم أمرها. فأمريكا التي كذبت على العالم بوجود أسلحة الدمار الشامل وفشلها أمام العالم، أرادت تسويق كذبة أكبر من ذلك بأنها جاءت لتضع أسس ديمقراطية أو أسس الديمقراطية في العراق. وهذه الأسس بدأتها بما يسمى القائمة المغلقة، بحيث أنها تغري بعض الشخصيات لأخذ بعض الأرقام وإدخال العملاء ليحتلوا الأرقام الأولى. هذا كله مكشوف بالنسبة للشعب العراقي. الشعب العراقي يعلم جيدا، لذلك قاطع الانتخابات عندما قطعت بنسبة 43% في 2005، قد تمت مقاطعتها بأكثر من 60% في الانتخابات التي بعدها، إلى أن وصلنا بضمن تصريحات هؤلاء ما يسمى السياسيين بأنهم لم يشاركوا سوى 12% من مجموع الشعب. 12% هم اللي يشكلون القوى الأمنية والميليشيات والآخرين. طيب خليني أفهم نقطة دكتور يحيى، يعني إذا كان صوت الناخب ليس هو العامل الحاسم لنتائج الانتخابات، لماذا نرى محاولة من هؤلاء السياسيين بين قوسين حث الشارع على المشاركة، الدفع بالعالم إلى إغرائهم ببعض الأمور المادية؟ ما الذي يريدونه؟ هذا في سبيل أن يكون هناك مبرر لسرقة المال، بأننا نقيم الولائم ونقيم المهرجانات ونقيم كذا. والشعب العراقي يعلم بأن هذه المحطات هي تباع، محطات الانتخاب وشراء الذمم. والشيء الآخر، هؤلاء لا يسمون أحزاب أخي العزيز، لأن لا يملكون أي فكر وأي عقيدة وأي بناء أو برنامج لبناء البلد أو لتحصين البلد. هؤلاء دكاكين تجارية لا يملكون فيها أي فكر أو برنامج للعمل للعراق. لذلك نراهم عملية النهب أو تأسيس قواعد جماهيرية على أساس الارتزاق. يعني هذا الحزب يتبع كم واحد بسبب حاجتهم للمال أو لتوظيفهم. أما هو لا يوجد به لا فكر ولا عقيدة ولا يؤمن بشيء، ما موجود هذا في هذه الأحزاب. ولا عنده برنامج يوعد به الشعب بأن أنا راح أسوي لكم مجانية للعلاج، ولا راح أوفر لكم الكهرباء، ولا راح أعمل لكم كذا. مجرد يقف إحنا راح نعين كم شرطي، راح نفتح وظائف كذا، ودون أيضا الاستناد إلى أي تخطيط مسبق. طيب. بمعنى هناك تعيين ناس بعشرات الآلاف، عندما ينزل سعر النفط راح يواجهون مشكلة إنه من راح يجيبون رواتب، وهذه بدأت ومعروفة. طيب. لكن هؤلاء لا يهمهم، لأن كل 4 سنوات يذهب ليأتي من نفس هذا الفصيل من يأتي ليحل مكانه، ولا يتحمل ذاك الذي خرج بعد أن سرق ونهب مسؤولية ما جرى للبلاد. هذه كلها مسرحية قد أعدتها أمريكا وموافقة إيرانية من أجل تدمير العراق ونهب خيراته وثرواته وإلهاء الرأي العام، سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي. انظروا بأن هناك انتخابات في العراق، وأن هناك مرشحين وهناك صور. بعد لحظات. نعم. دكتور يحيى لا تسمح لي. نعم. أستاذ مصطفى، تفضلت حضرتك قبل لحظات بذكر أحزاب جديدة، وهناك أكثر من 6,000 مرشح، أو تقريبا 6,000 مرشح شاركوا في هذه الانتخابات وأقدموا على الترشيح. إلى الآن رغم هذه الأعداد الكبيرة من المرشحين، رغم الأحزاب الجديدة، لا يوجد حزب قد وضع برنامجا أو خطة واضحة المعالم
منطقية وواقعية للناس كي يقنع الرأي العام، وكأنهم يعني عملية المشاركة أو هذا التحشيد الجماهيري مجرد فقط لإيصال رسالة أننا مقبولون من قبل الشارع، نحن لدينا مقبولية، يحظون ببعض الشرعية الوهمية. أين البرنامج؟ يعني أنا قبل أن تطرح سؤال حضرتك هذا السؤال، كنت أريد أن أبني على ما تفضل به دكتور سنبل فيما يتعلق بهذه الأحزاب كما يسمونها. هو لا توجد، نعم أنا أتفق مع دكتور سنبل، لا توجد فعلا أي أحزاب في العراق. الذي يوجد هو عصابات إرهابية، ميليشيات إجرامية، حشد من القتلة واللصوص والفاسدين والسراق والمزورين والمرتبطين تماما بالأجنبي وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية أو بإيران أو بكليهما معا، بكلاهما معا. في العراق لا توجد نعم أحزاب، وبالتالي لا توجد برامج لهذه الجهات التي تتصارع أو تتقدم للانتخابات كما تسمى، أو أنها تتقاسم النفوذ كما قلنا في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم الكريم. لا توجد برامج لأن الأحزاب لا توجد في الحقيقة، وليست لديها هذه التشكيلات الوهمية الموجودة، لا توجد لديها برامج، ولا توجد لديها عقائد سياسية، ولا توجد لها تنظيمات حقيقية. يعني نحن في السابق نعرف، أو هو السياق العام المعمول به في العالم بشكل عام، أن هناك أحزاب تتنوع حسب اتجاهات فكرية وعقائدية يعني عريضة، وأيضا هناك برامج سياسية تسعى هذه الأحزاب بالتالي إلى تحقيقها وتتنافس في ضوئها في الانتخابات سواء المحلية أو الانتخابات النيابية البرلمانية العامة. الذي يحدث في العراق هو أكاذيب يجري ترويجها بشكل يعني مقصود وبشكل مخطط له، وبشكل أيضا يعني سمج ومستفز للمواطن العراقي، لأن هذه الطروحات التي تطرح في المواسم الانتخابية وفي المزادات الانتخابية حقيقة غير قابلة للتنفيذ. ليس لأن الدولة بين قوسين، لأنه لا توجد دولة في العراق، ليس لأن الدولة أو السلطة أو أجهزتها غير قادرة، ولكن لأنها غير راغبة، ولأنها يعني ضالعة في مشروع تدمير العراق، وبالتالي أي عملية لخدمة المواطن أو خدمة الوطن أو حماية الوطن أو تقديم منجز لأبنائه لا توجد ضمن أفكارها ولا ضمن مساعيها. هذه عصابات منذ أن اتفقت فيما يعني مؤتمر لندن في كانون الأول 2002 وما بعد وما قبل أيضا اتفقت. أستاذ مصطفى، أريد أستثمر الوقت مع حضرتك في طرح نقطة تتعلق بالسلاح. طبعا حضرتك ودكتور يحيى أيضا وكثير من المشاهدين الكرام فهموا تفاصيل ما جرى في الانتخابات البرلمانية، بغض النظر عن يعني الملاحظات عليها، لكن جرت انتخابات تقدم فيها مقتدى الصدر. سلاح الميليشيات والبلبلة التي حصلت من قبل الإطار التنسيقي حال دون حصوله على ما كان يصبو إليه. علي فضل الله المتحدث باسم حركة حقوق اللي هي تابعة لحزب الله ظهر إعلاميا قبل بضعة أيام وأكد بأنه السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة هي ورقة ضغط تمتلكها الأحزاب عندما تحتاجها في سبيل الحصول على مكاسبها السياسية. أستاذ مصطفى، لماذا إذن يصدعون رؤوس العالم بالديمقراطية وهناك من يقول لا دولة مثلكم وأنتم تعيشون أزهى عصور الديمقراطية، ولسان حالهم ويعني تصريحاتهم تؤكد أن السلاح ورقة ضغط موجودة؟ إذن كيف نفهم أن العراق يعيش في أزهى عصور الديمقراطية؟ ما هو تفسير الديمقراطية إذن؟ هذا النظام الهجين الموجود أو المسخ في الحقيقة الموجود في العراق لا يمكن أن يشبه أي نظام آخر موجود في العالم. هو ليس نظاما فدراليا وليس نظاما كونفدراليا وليس نظاما مركزيا، هو ليس نظاما شموليا وليس نظاما ديمقراطيا، هو ليس نظاما دينيا وليس نظاما علمانيا،
هو خليط هجين ومسخ في الحقيقة. ارتأى الطرفان الأساسيان اللذان يشرفان على العملية السياسية الاحتلالية في العراق، وعني الولايات المتحدة وإيران، وهذا حقيقة أمر متفق عليه منذ قبل غزو العراق، عندما كان زلماي خليل زاده يلتقي سرا مع محمد جواد ظريف لتنسيق العمل المشترك ما بعد البدء بعمليات غزو العراق، ثم ما اتفق عليه بين الأطراف الأمريكي الطرفان الأمريكيان الأمريكي والإيراني بعد احتلال العراق. هو محاولة، هذه من جهة الانتخابات محاولة لإيهام العالم أن المشروع الأمريكي الذي جاء به الغزاة الأمريكيون فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية المزعومة في العراق قد أنجز، وبالتالي محاولة أيضا أمريكية وغربية وإقليمية وعربية من جهات عديدة يعني تشترك فيها لإقناع العالم أو للضحك حقيقة على أنفسهم هم بالدرجة الأولى قبل إقناع العالم بأن الموجود في العراق سلطة شرعية تتمتع بقدر من الموثوقية وبقدر من التمثيل الشعبي المقبول، ولكن في الحقيقة الجميع يعرف وأولها الأطراف التي تقوم بترويج هذه الكذبة، أعني الأطراف الأمريكية والإيرانية والعربية والإقليمية والدولية التي تروج لهذه الكذبة. الجميع يعرف أن سلاح الميليشيات والمال الفاسد والفتاوى الطائفية هي من تحسم أي عملية انتخابية في العراق، سواء انتخاب الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية التي جرت في 20 سنة الماضية. أعود لحضرتك وللدكتور يحيى بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا كل العراق. غازل غازل غازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود للدكتور يحيى السنبل مرة ثانية. دكتور يحيى، قبل شهر تقريبا النائب عن ائتلاف دولة القانون وقيادي هو أيضا في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال بأنه نحن فزنا في المحافظات الجنوبية قبل الانتخابات بشهر تقريبا، أعلن وبشكل واثق من هذا التصريح أو من تصريحه من كلماته، قال بأنهم فازوا في المحافظات الجنوبية. على ماذا استند؟ خاصة وأن المحافظات الجنوبية الآن تعاني الأمرين من فقر وبطالة وغيرها من هذه الأمور الكثيرة. استند إلى صك الغفران الذي أعطي لهم من قبل إيران ومن قبل الولي الفقيه في قم. على هذا يستند، لأن العملية السياسية هي برعاية إيرانية مطلقة وبمبارك أمريكية. لذلك هو استند إلى هذا الكلام من خلال هذا الصك الذي أعطي لهم، وهم يفوزون في كل مرة ما دام ما زالت هذه العملية السياسية ترعاها إيران وتشرف عليها إشراف كامل.
لذلك لا يمكن أن يكون بينهم هناك من الجهات الوطنية من تعمل على بناء العراق. لذلك هم استحوذوا على كل شيء سواء بالفساد وبالميليشيات وبالأسلحة من أجل السيطرة على العراق ونهب ثرواته ومصادرة قراره السياسي والمصيري إلى قم وإلى طهران، وهذا أصبح معروف. لذلك لا غرابة في أن يصرح سواء دولة القانون أو ما يسمى مجلس الأعلى أو الحكمة أو بدر أو غيرهم، كل هؤلاء مرتبطين بمركز واحد وهو من يوزع عليهم قوائم الفوز، وكل له أعضاءه أو الرقم المخصص له في الفوز. وحتى بالنسبة للكتل السنية، نعم رئيس الحزب أو الشخص الذي ترشح داخل هذا الحزب هو يأتي بموافقة من طهران، وهذا معلوم لكل الجهات سواء حتى الإقليمية والدولية. يعني هذا ليس غريب عندما نتحدث، وليس اتهام ولا تصوير لواقع غير الحقيقي، هذا تصوير حقيقي للواقع الذي يعيشه العراق منذ 2003 وبعد السيطرة الإيرانية الكاملة بعد 2006 على مفاصل الدولة، وبعد ذلك بعد 2014 عندما أو 2017 عندما دخلوا على المحافظات الغربية. لا يمكن لأي شخص أن يفوز، ولا يمكن أن يرشح أي مستقل أو إنسان وطني، سوف يصفى وقد صفي الكثير منهم، وقسم منهم إذا أرادوا التساهل معه وهو معروف بنفاقه لهم أن يقولوا له اجلس أنت غير مرحب بك في هذا المكان، أما البقية فيتم اغتيالهم عندما يرشحون إلى الانتخابات سواء مجالس المحافظات أو حتى المجالس المحلية للأقضية. بالإضافة إلى ما يسمى مجلس النواب. أرجع لحضرتك دكتور يحيى إذا تسمح لي بعد لحظات. أستاذ مصطفى، يعني الآن ما نراه أنهم مقدمون على عملية انتخابية سواء شاء المواطن أم أبى، هم يحاولون مثل ما تفضلت حضرتك والدكتور يحيى إيصال رسالة بأنهم يحظون بقاعدة شعبية، لكن واقع الحال يقول بأنهم سيعتمدون على السلاح وعلى المال السياسي. ما الذي سيتغير إن جاءوا بمجلس محافظة أم لا، طالما بأن المحافظين أنفسهم هم أصحاب ولاء مطلق لهذه الأحزاب، ينفذون ما تريده هذه الأحزاب، لماذا يريدون إعادة مجالس محافظات؟ ما الجديد؟ يعني هو لن يكون هناك جديد في العراق، كما لم يكن هناك جديدا طيلة السنوات العشرين المنصرمة التي قضاها العراقيون تحت نير الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك وعملياته السياسية، وهذه الميليشيات والأحزاب والدكاكين التي تتقاسم النفوذ والمكاسب في العراق، لن يكون هناك جديد. وهناك مسألة أنا أعتقد أننا يجب أن لا ننساها. هنا ليس هذه الانتخابات أو سابقاتها، كذلك حصل هذا أيضا في سابقاتها، لم تجري فقط في ظل الميليشيات وفي ظل القانون الفاسد وفي ظل أو المشبوه وفي ظل الفتاوى وفي ظل سلاح الميليشيات، لا، هناك أطراف أخرى أو عوامل أخرى تجري فيها هذه الانتخابات. هناك القضاء الذي يروج لعملية سياسية فاسدة، هناك سيف الاجتثاث المسلط على أي طرف يعني يعتقد أنه يمكن أن يكون عامل إزعاج. مثل ما حدث مع نجم الجبوري؟ نعم، مثل ما حدث مع نجم الجبوري مثلاً؟ مثلاً نجم الجبوري، وإن كان نجم الجبوري هو جزء من العملية السياسية ومن مشروعها ومن مشروع الاحتلال، لكن بصرف النظر عن الأسماء هناك سيف الاجتثاث الذي مسلط على رقاب أي شخص يمكن أن يكون عامل كما قلت أو عامل إزعاج لهذه العملية السياسية، أو هو لا يندرج ضمن التوجهات العامة لأحزاب السلطة وميليشياتها. أيضا هناك قضية بالغة الأهمية وهي قضية المهجرين والنازحين العراقيين. هناك ملايين
هناك ملايين من العراقيين مهجرين خارج العراق، وهناك مئات الألوف وربما يصلون إلى أكثر من مليون نازح داخل العراق. كيف يمكن أن تجري انتخابات محلية بالدرجة الأولى لمناطق واسعة هي خالية من سكانها أو هي يغيب عنها سكانها بشكل كبير؟ هناك خلل كبير في نسبة التصويت سيكون، وبالتالي هذه العوامل كلها وأنا يعني أدرجها مجددا بسرعة: المال الفاسد والقضاء الفاسد والميليشيات والسلاح، لا أقول المنفلت وإنما هو سلاح السلطة والممول منها والذي يعمل برعايتها وتحت ظلها، وهناك الفتاوى وهناك النازحين. كل هذه العوامل لا يمكن أن توفر بيئة مناسبة لأي انتخابات أو لأي عملية ديمقراطية. زائدا هناك ما تفضلت به وهو موضوع يعني لا يمكن أن يكون هناك جديد، لأنه يعني هذه كان السؤال: ما الاختلاف الذي سيولده الإتيان بمجموعة أشخاص ضمن ما يعرف بمجلس المحافظة وبين شخص واحد هو ينفذ نفس السياسات والتوجهات؟ هذه عملية سرقة إضافية، عملية تقاسم للحصص، لأنه لن تكون هناك محافظات مغلقة على جهة واحدة، هناك تقاسم في المحافظات المعنية بالانتخابات، وبالتالي ستوزع المفاسد على أوسع نطاق ممكن. هذه وسيلة لتمويل هذه الميليشيات المتحكمة بالعراق، وسيلة لإثراء فاسدين جدد، وسيلة لتأهيل فاسدين جدد لتقديمهم إلى مناصب وزارية أو برلمانية. دقائق أو لحظات وأعود لحضرتك أستاذ مصطفى. دكتور يحيى، العامل أو الطرف السني، إذا هذا الوصف كان صحيحا أو مناسبا للطرح، حقيقة هم يستخدمون هذه الأوصاف أو التوصيفات. الطرف السني المشارك في هذه الانتخابات هو تحصيل حاصل، هم مجرد أطراف يوضعون لتكملة المشهد، ليس لهم تأثير حقيقي. بالنهاية ما حدث مع الحلبوسي خير دليل على أن الإطار التنسيق الآن يسعى إلى الاستحواذ والسيطرة. لماذا لا يزالون خاضعين، تابعين، أذلاء لهذه الأحزاب، والجميع يعلم أنهم ليس لهم تأثير حقيقي بالنسبة للأطراف السنية المشاركة في الانتخابات؟ لماذا يستمرون في هذه المهزلة التي تسمى العملية السياسية كما يقول المراقبون؟ هؤلاء هم شهود الزور على مآسي مكونهم أو مآسي ما حدث للعرب السنة، وهم المكون الأكبر في العراق، ولكن تعرضوا إلى التآمر من أجل إنهاء دورهم السياسي والاجتماعي، وجيء بهؤلاء الفاسدين تحت مسمى التمثيل لهذا المكون أو لهذه الشريحة الكبيرة من أجل أن يقبضوا هذه الامتيازات والدخول في مستنقع الفساد. لذلك كل من رتع في مستنقع الفساد سواء حلبوسي أو من قبله أو من بعده هو يتعرض لهذه الإهانة، لأنه لا يستطيع تنفيذ أي شيء من وعوده إذا وعد الناس، ولا يستطيع تقديم أي شيء لأبناء محافظاته. هؤلاء طوال 20 عام لم يقدموا شيء سوى الوعود الكاذبة، تشريعات بسيطة لا يستطيعون عليها. كم وعدوا الناس بإعادة المهجرين والنازحين؟ بل هم من خلقوا هذه المأساة ليتاجروا بها. لم يستطيعوا أن يصدروا قانون العفو العام، لأن الحكيم يأخذ متعهد أو مقاولة من وزارة الداخلية بإطعام كل سجين ب $11، وهو ما يقدم له نص دولار باليوم، وهذه أموال تضخ على الحكيم أو غيره من الذين يشتركون في هذه العملية. لذلك لا يشرع هذا القانون، وتذهب قسم من هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب الإطار. كل ذلك له حساباته المادية بعيدا عن هذا الممثل لهذا المكون أو لهذه المحافظة. هؤلاء شهود زور لا أكثر،
وإنما هم ديكور لإكمال العملية السياسية وخداع سواء شعبهم أو خداع الرأي العام الإقليمي والعالمي بأن هناك عملية ديمقراطية وأن هؤلاء يمثلون السنة وهم غير قادرين على تحقيق أي مكسب لأهلهم في هذه العملية البائسة. جزئية تتعلق بالناخب، هناك مسؤولية تقع على الناخب العراقي، على المواطن العراقي، هناك من يشارك في هذه العملية السياسية عن طريق دعمها بالمشاركة بالانتخابات. يعني الملفات ضعيفة، الآن العالم فهمت طبيعة هؤلاء السياسيين ووعودهم الوهمية، ومع ذلك لا تزال إلى الآن بغض النظر عن المنتفعين، لكن هناك طبقة لا تزال تؤمن بأفكار هؤلاء. هل يتحملون مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في العراق؟ نعم، هؤلاء هم طبقة بسيطة ولكنهم من المرتزقة الذين يركضون وراء هؤلاء الأحزاب للحصول على الفتاة أو لتعيين فلان شرطي وتعيين فلان بمعلم بعد أن يخدم كذا سنة مجانا. يعني هذه الأمور الذين جاءوا بها ما موجودة في كل العالم، أن تأتي لتكون مدرس أو معلم مجانا لمدة 5 سنوات بعدين يمنون عليك أنهم عينوك معلم. هذه الأحزاب شكلت قواعد من هؤلاء المرتزقة، وهؤلاء لا يمثلون النسبة الحقيقية، ولكن هناك من يعترف بهذه النسبة البسيطة سواء من الأمم المتحدة أو العملية السياسية التي يشرف عليهم. نعم، على حساب النسبة الكبيرة من أبناء الشعب الذي ترفض هذه العملية السياسية جملة وتفصيلا وترفض هذه الوجوه. أرجع لحضرتك بعد لحظات، سأحاول استثمار ما تبقى من وقت بعجالة مع ضيفي الكريمين أستاذ مصطفى بالحديث عن المحافظات الغربية السنية، سميها ما شئت، لكن يصفها عمار الحكيم بالمختلطة. يقول عمار الحكيم وهو لسان حال من يخرجون على المنصات الآن من أحزاب الإطار، يتحدثون أولا بلغة طائفية مليئة بالتجزئة بالتفرقة. يقول في خطابه الأخير عمار الحكيم بأنه دعوات البعض، وكان يضرب فيها مقتدى الصدر، لعدم المشاركة في الانتخابات ستؤدي إلى الاختلال بالتوازن. يقول يجب على كل مجموعة أو جهة في العراق أن تعرف حجمها الطبيعي، وبالتالي عندما يدعو زعيم شيعي المجتمع إلى عدم المشاركة وسيشارك في المقابل الطرف الآخر، إذن هنا سيحدث الاختلال. إن كانوا يتحدثون عن حكومات وطنية، حكومات لجميع العراقيين، لماذا يتحدثون بالمكون الأكبر وبهذه اللغة الطائفية؟ يقول الرصافي، الشاعر المشهور معروف الرصافي: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني، فالقوم في السر غير القوم في العلن. الحقيقة هؤلاء حتى تجاوزوا هذا الأمر، فصاروا يتحدثون بالعلن بما يخالف حديثهم في العلن أيضا عن الوحدة الوطنية وإلى آخره من هذه الشعارات التي بتنا نسمعها ولا نصدقها، ونحن لم نصدقها اصلا. طبعا هؤلاء حقيقه لا يمكن ان تقوم لهم قائمه في اطار وطني سليم وفي اطار ديمقراطي سليم وفي اجواء سليمه باي قدر من يعني ليس بالمطلق. نحن لا ندعو الى انتخابات سليمه كما تجري في سويسرا او في غيرها، ولكن نحن بقدر معقول من السلامة الأمنية والسلامة الفكرية والسلامة السياسية وإلى آخره لا يمكن أن تقوم لهم قائمة. لذلك هم ليس أمامهم إلا حشد الناس على الأزمات، على إثارة المشاكل، إثارة الصراعات البينية، سواء مقتدى الصدر ما يقوم ضدهم أو هم ما يقومون به ضد مقتدى الصدر. في هذا الإطار يجب أن نفهم إطار إثارة الأزمات، إثارة المشاكل، لأنه لا يوجد ما يقدمونه. في هذا الإطار يجب أن نفهم كل تحركاتهم وكل مساعيهم وكل برامجهم وكل ادعاءاتهم وكل أفعالهم أيضا. طيب أستاذ مصطفى، المرحلة القادمة في ظل هذه الانتخابات،
يعني أنت قلت قبل لحظات لن تغير ولن تضيف جديدا على المشهد السياسي، لكن مع هذا هناك من يرى بأنه قد تحدث تغييرات على شكل الهيكلية الإدارية للمحافظات، وتحديدا يرى البعض بأن هناك استهداف للمحافظات السنية إذا صح هذا الوصف والتعبير. يعني المحافظات العرب السنة في العراق الحقيقة الطبقة السياسية المتحكمة بالعراق شيعة السلطة وسنة السلطة وأكراد السلطة يمعنون في الإساءة لهذه المناطق ولهذه القبائل العربية والعشائر العربية الأصيلة التي تسكنها ولموروثها الكبير في بناء الدولة العراقية وفي حمايتها، يمعنون في الإساءة إليها عندما يأتون بصغار القوم وأراذلهم ليسيدوهم على هذه المناطق. كل الذين تسيدوا على أو أغلب الذين تسيدوا على محافظات العرب السنة في العراق لم يكونوا مناسبين أكفاء حقيقيين لهذه الكتلة البشرية الكبيرة التي تتمتع بخبراتها والتي تتمتع بتاريخها والتي تتمتع ب يعني عراقتها ودورها الكبير في بناء الدولة العراقية الوطنية على مدى عقود قبل الاحتلال والدفاع عنها ودورها الكبير في والأساسي في المقاومة الوطنية العراقية بعد الاحتلال. كل هذه الوجوه التي جاءت لا يمكن أن تكون لم تكن مناسبة، والوجوه التي ستأتي أيضا لن تكون مناسبة لهذه، ربما تكون أسوأ مما سبق. نعم، ربما تكون أسوأ مما سبق. طبعا هو في كل مرحلة من المراحل يأتي ما هو أسوأ. عندما جاءوا بطبقة أسموها من العرب السنة في مجلس الحكم، جاءوا بعد ذلك بأقل منها ليقدموا المزيد من التنازلات للمحتل الأمريكي والمحتل الإيراني، ثم توالت عملية الهبوط والانحطاط في نسبة التمثيل وفي نموذج التمثيل شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى هذه يعني الوجوه التي تدعي الآن تمثيل. أنا لا أريد أن أذكر اسما محددا لأن الأمر لا يتعلق باسم واحد، صحيح، ولا في محافظة واحدة ولا بحزب واحد، وإنما هو كل المجموع الذي الآن في محافظات نينوى، في محافظة ديالى، في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، في كل المحافظات وفي بغداد وفي غير ذلك، كلهم يأتون بوجوه لا يمكن أن تكون مناسبة. أنا أسميتهم أراذل القوم، كل هؤلاء مرضي عنهم في البداية. نعم، أنا بس إيران. ونقطة أخيرة، كلهم لديهم سجلات لجرائم مخلة بالشرف في بعض الأحيان. طيب دكتور يحيى، من الأمم المتحدة فما دون يقولون على القضاء في العراق والمؤسسة القضائية بأنها فاسدة ومسيسة. خرج هاد العامري في لقاء سابق واعترف بالضغط على القضاء وتسييسه حسب ما يشاءون ووفق ما يشاءون. كذلك هناك تقارير من الأمم المتحدة فما دون تؤكد انهيار النظام الأمني والميليشيات هي التي تتحكم. طيب ومع هذا يعترفون بكل مسؤول تفرزه هذه المسرحية التي تعرف بالانتخابات. عالم منافق، العالم المجتمع الدولي كيف يعترف بإفرازات قضاء فاسد أو بإفرازات نظام مسيطر عليه من الميليشيات؟ هو ما جاء به الاحتلال هو بناء لدولة فاسدة. فأصبح الآن في العراق ما بعد 2003 من الصعوبة أن تجد الرجل النزيه في مؤسسات الدولة، وقبل 2003 من الصعوبة أن تجد الرجل الفاسد في قطاعات الدولة. هنا هو هذا الاختلاف. لذلك هو بناء الدولة أصبح على أسس فاسدة، على سرقة أموال الدولة وعلى سرقة المال العام وعلى تأسيس أحزاب على شكل عصابات وتجارة بتجارة المخدرات والدعارة وغير ذلك.
ولذلك لا يمكن أن تعطي وصف للدولة كما قال الأستاذ مصطفى في بداية الحديث. ما نعرف إحنا هوية الدولة شنو هاي الدولة، ما لا هي دينية ولا هي علمانية ولا هي قومية ولا هي حزب شمولي ولا ما تعرف شنو هذه الدولة اللي هم يحكموها. لذلك كل ما ينتج منها هو فاسد، وتعترف بها الأمم المتحدة. تخرج الأمم المتحدة عبر ممثليها لتعطي الشرعية. الأمم المتحدة أيضا ممثلتها معروف عنها بأنها تقبض الأموال، وأنها من عندما تتكلم بذلك فإنها بمعنى أعطوني من الرشا والأموال في سبيل أن أسد هذه القضية. لذلك الأمم المتحدة موقفها سلبي، وهي مكتب من مكاتب الخارجية الأمريكية التي هزمت أمام المشروع الإيراني في العراق، وأصبحت أمريكا الآن تتوسل بإيران للحفاظ على مصالحها. لذلك هذا هو الوضع العراقي، أصبح من سيء إلى أسوأ لعدم وجود قوة وطنية حقيقية تملك مقومات المواجهة من أجل النهوض بالعراق ومن أجل مكافحة هذه الآفات الفاسدة. أشكرك. التي سلطها الاحتلالين الأمريكي والإيراني على شعب العراق. شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب. وشكر موصول للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، معنا أيضا عبر سكايب في هذه الحلقة. شكرا لضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.